بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. من حكم الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه كما هي واردة في كتاب نهج البلاغة شرح الشريف الرضي، نلتقي في هذه الحلقة مع 20 حكمة مع الشرح وبيان المعاني. الحكمة رقم 1، يقول الإمام علي: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ومعنى ابن اللبون يطلق على ابن الناقة إذا استكمل سنتين وطعن في الثالثة وصار لها لبن، والأنثى ابنة لبون، وهو نكرة ويعرف بالألف واللام. وهذه الحكمة تشير إلى وجوب تجنب الظالمين في الفتن حتى لا ينتفعوا به أو يستغلوه لمصلحتهم. الحكمة رقم 2، يقول الإمام علي: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. أزرى بنفسه يعني صغرها واحتقرها، واستشعر الطمع أحس به وأخفاه، وكشف الضر شكوى الفقر للناس، أمر جعله أمير. وهذه الحكمة تحذر من الطمع وكثرة شكوى الإنسان ما يلقاه من ضر وفقر للناس، لأنهم لا يستطيعون كشف ضره، كما تدعو إلى كف اللسان عن كثرة الكلام والثرثرة، عن كثرة الكلام والثرثرة بدون طائل، فإن من يفعل ذلك يحتقره الناس. الحكمة رقم 3، يقول الإمام علي: البخل عار، والجبن منقصة، والفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلدته، والعجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنة. معاني الكلمات: الفطن صاحب الفطنة والذكاء، المقل الفقير الذي لا مال عنده، الورع توقي المحارم، جنة وقاية وحفظ. هذه من الحكم العملية الخارجة من معدن التجربة، فإنه لا عار أشد من البخل الذي يكسب صاحبه ذل الأبد، كما أن الجبن عن مواجهة الأخطار والأعداء نقص كبير في صاحبه، والفقر يحول بين الإنسان وما يريد. وكم من حقوق ضاعت على أصحابها بسبب الفقر، وإذا تكلم الفقير لم يستمع إليه أحد، أما إذا تكلم الغني أنصت له الناس. وما أصدق الشاعر الذي يقول: من كان يملك درهمين تعلمت شفتاه أنواع الكلام، فقال: وتقدم الناس فاستمعوا له، ورأيته بين الورى مختالا، لولا دراهمه التي يزهو بها لوجدته في الناس أسوأ حالا. إن الغني إذا تكلم مخطئا قالوا: صدقت وما نطقت محالا. أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا: كذبت وأبطلوا ما قال. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. والفقير غريب في وطنه، لأنه لا يأنس إليه أحد ولا يحس به أحد. والعجز من أعظم الآفات التي تعترض الإنسان في حياته، فليست لديه القدرة على مواجهة الأحداث. أما إذا أراد الإنسان أن يمتلك كل الثروات فعليه أن يزهد فيها، وقد جاء في الحكم الخوالد: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس،
ومن هنا كان الزهاد أعظم من الملوك. جاء في سيرة ابن المبارك الزاهد أنه دخل مدينة الرقة وكان فيها في ذلك الوقت الخليفة هارون الرشيد. وحين دخل ابن المبارك المدينة اجتمع حوله الخلق وأقبلوا عليه يحتفلون به حتى تقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد الهارون الرشيد من برج تنظر إلى هذا الموكب العجيب وتساءلت عن هذه الضجة، فقيل لها إن هذا عبد الله ابن المبارك قدم المدينة. فقالت: هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي يجمع الناس بالشرطة والأعوان، أما الورع وهو اتقاء المحارم فهو أعظم وسيلة للحفظ والوقاية من عقاب الدنيا وعذاب الآخرة. واقرأ هذا الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه أحمد والبيهقي في الشعب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 4. يقول الإمام علي: نعم القرين الرضا، والعلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. القرين الصديق اللازم، حلل جمع حلة، وهي الثوب الجيد الجديد غليظا أو رقيقا. وكانت عند العرب تتكون من قميص وإزار ورداء، وهي ما تسمى الآن بلغة العصر الحديث البدلة. والحكمة تشير إلى فضيلة الرضا، فهي نعم العون والصديق الملازم لصاحبها. وأعظم ما يتحلى به الإنسان الأدب، هو زينة من لا زينة له. وما أصدق الشاعر الذي يقول: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. ويقصد بالفكر التفكر واستعمال العقل والنظر في عواقب الأمور، وليس كالفكر طريق إلى الوصول إلى الحق والخروج من مشكلات الحياة وصعاب الأمور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 5. يقول الإمام علي: صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العيوب. وروي أنه قال في العبارة عن هذا المعنى أيضا: المسالمة خباء الغيوب، ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. معنى البشاشة تهلل الوجه وظهور علامة السرور فيه وحسن لقاء الأصدقاء. حبالة مودة، الاحتمال الصبر على الأذى. هذه الحكمة تشير إلى وجوب حفظ السر وعدم الإباحة به لأحد. وعلى العاقل أن يكون صدره صندوقا أمينا لحفظ الأسرار. وتوصي الحكمة بأن يكون الإنسان باشا متهللا عند لقاء الناس، فإن ذلك طريق إلى مودتهم وحبهم. وتوصي كذلك بضرورة الصبر على الأذى وعلى ما يعترض الإنسان من مضايقات وشدائد، والصبر على ذلك يخفي العيوب ويواريها. وتوصي العبارة بمحاربة الأنانية وحب النفس، فإن مفتاح كل شر أن يكون الإنسان راضيا عن نفسه، فإذا رضى الإنسان عن نفسه عمي عن عيوبها وأوردته موارد التهلكة. الحكمة رقم 6. يقول الإمام علي: الصدقة دواء منجح، وأعمال العباد في عاجلهم، نصب أعينهم في آجلهم. تشير هذه الحكمة إلى أثر الصدقة في معالجة العيوب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة
كما يطفئ الماء النار، وصدقت السر تطفئ غضب الرب، وبقية الحكمة تشير إلى أن كل إنسان يجد صحيفة أعماله التي قام بها في الدنيا ماثلة أمام عينيه يوم القيامة، فيجازى على ما عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الحكمة رقم 7، يقول الإمام علي: أعجب لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. ومعنى الشحم هو شحم حدقة العين، واللحم هو اللسان، والعظم هو العظام التي في الأذن يضربها الهواء فتقرع عصب الصماخ فيكون السمع، والخرم هو الأنف، والأنف له خرمان. وهي حكمة تشير إلى وجوب تفكر الإنسان في ظاهر الخلق ليدرك قدرة الله تبارك وتعالى، فيعبده حق عبادته ويشكره على جزيل نعمه. الحكمة رقم 8، يقول الإمام علي: إذا أقبلت الدنيا على أحد عارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. ومعنى هذه الحكمة: هذه حكمة ناتجة عن تجربة صادقة، وهي من الأمور المشاهدة. فإذا ضافت الدنيا إنسانا حسن في أعين الناس وإن كان قبيحا قبل ذلك، أما إذا افتقر فقد جرده الناس من كل صفة حسنة كانت فيه وخلعها على غيره. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 9، يقول الإمام علي: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا عليكم. تدعو هذه الحكمة إلى حسن معاملة الناس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق في قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحكمة رقم 10، يقول الإمام علي: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. هذه الحكمة تنظر إلى قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وتنظر إلى حكمة الحكيم الآخر: إذا دعتك قدرتك على ظلم غيرك فتذكر قدرة الله عليك، وتدعو حكمة الإمام علي إلى العفو عند المقدرة، وهي من أعظم النعم التي ينعم الله بها على العبد. قال تعالى: ولمن صبر غفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. ونعمة قدرة العبد على خصمه تحتاج إلى شكر، والشكر الذي يراه الإمام هو العفو عن الخصم ومسامحته. وهذا من شيم أولي العزم وأصحاب القلوب الكبيرة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 11، يقول الإمام علي: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع ما ظفر به منهم. تدعو هذه الحكمة إلى فضيلة اكتساب الأصدقاء والحرص عليهم، فإن ألف صديق قليل وعدوا واحدا كثير. ومعنى هذه الحكمة ورد في كتاب كليلة ودمنا في باب الحمامة المطوقة. الحكمة رقم 12، يقول الإمام علي: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. ومعنى أطراف النعم أوائلها، تنفروا تفزعوها وتبعدوها، يقال نفرت الدابة إذا حزنت واستعصت على القيادة، أقصاها أبعدها وأخرها. الحكمة تدعو إلى وجوب شكر النعم، فهو الذي يديمها ويبقيها.
أما إذا جحد الإنسان النعمة فقد أدى ذلك الجحود إلى تنفيرها وفقدانها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد استفاد ابن عطاء الله السكندري من هذه الحكمة فقال: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. وقال سري السقطي: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. وقال بعض البلغاء: إن كانت النعمة وسيمة فاجعل الشكر لها تميمة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 13، يقول الإمام علي: من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد، أتيح له قدر له. هذه الحكمة تشير إلى أن الذي ضيعه أقاربه ولم ينجدوه في ساعة شدته وتخلوا عنه في ضوائقه، هيأ الله من الأباعد من يناصره ويساعده، وهذا من لطف الله بعباده ورحمته لهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 14، يقول الإمام: ما كل مفتون يعاتب. قال ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة: هذه الكلمة قالها علي عليه السلام لسعد ابن أبي وقاص ومحمد ابن سلمة وعبد الله بن عمر حين امتنعوا من الخروج معه لمحاربة أصحاب الجمل والمفتون الداخل في الفتنة. ويقصد أن العتاب لا ينبغي أن يوجه إلى كل داخل في فتنة، لأنه قد يضطر إلى الدخول فيها دون قصد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 15، يقول الإمام علي: تدل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. الحتف الهلاك، والحكمة تشير إلى المقدور لا بد من نفاذه، وقد يكون تدبير الإنسان سببا لهلاكه، فهو كالساعي إلى حتفه بغلفه، وهذا من تقدير الله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 16، وسئل عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. فقال عليه السلام: إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك والدين قل، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ ومختار. ومعنى غيروا الشيب: غطوا بالخضاب حتى يراكم الأعداء أقوياء، لستم شيبا وضعافا، وكل غير منتشر وأصحابه قليلون. النطاق أصله الحزام، والمقصود المكان. الجيران بكسر الجيم مقدم عنق البعير، يضرب به على الأرض إذا أراد أن يستريح، والمقصود من ضرب بجيرانه التمكن والانتشار. ومقصود الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تغيير الشيب بالخضاب في وقت كان أهل الدين قليلين، أما وقد كثروا واطمأنوا وانتشر الإسلام وغطى أماكن واسعة، فالإنسان وما يختاره من تغطية الشيب أو عدم تغطيته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 17، وقال عليه السلام: في الذين اعتزلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. ومعنى الذين اعتزلوا القتال أشارت إليها الحكمة رقم 14، وخذلوا الحق أي خذلوه هو لأن الحق معه، ولم ينصروا الباطل أي لم ينصروا معاوية لأن الحق لم يكن معه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 18، يقول الإمام: من جرى في عنان أمله
عثر بأجله. الحكمة تشير إلى حبال الآمال قد تمتد بالإنسان حتى يصطدم بأجله الذي يحول بينه وبين تحقيق آماله. وقد نظر ابن زيدون شاعر الأندلس إلى هذا المعنى فقال: ما أمتع الآمال إلا أنها تعتاق دون بلوغها الآجال. الحكمة رقم 19 يقول الإمام: أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه. ومعنى العثرات جمع عثرة، وهي السقطة والذلة والكارثة تصيبه. وأقيلوا خذوا بأيديهم وسامحوهم أو أنقذوهم مما أصابهم. والمروءة هي أداة نفسية تحمل الإنسان على اتباع محاسن الأخلاق والعادات. وفقد المروءة في عصرنا يشير إليه قول الشاعر: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعاً دون أهل الأرض ماتوا. وحكمة الإمام تدعو إلى مساعدة أهل المروءة والصفح عن زلاتهم وأخطائهم والأخذ بأيديهم إن أصابتهم النكبات وحلت بهم الكوارث، لأن الله يرعاهم ويأخذ بيدهم ولا يغفل عنهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة رقم 20 يقول الإمام علي: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. ومعنى الهيبة الخوف والتردد. هذه الحكمة تعتمد إلى جانب معناها الدقيق على أسلوبها الرشيق والمعنى الذي تهدف إليه، أن المتردد غالبا يخيب في تحصيل ما يريد. والإنسان الذي يغلبه الحياء على المزاحمة والتنافس يحرم مما يريد، والفرص تحين ثم تذهب بسرعة، فمن لم يقتنصها ضاعت منه إلى غير رجعة. فعلى العاقل أن ينتهز فرص الخير ليحقق لنفسه سعادة الدنيا والآخرة. ولعل الشاعر الذي يقول: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر، كان ينظر إلى هذه الحكمة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي بعد الفاصل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.